شكرا يا إنصاف. يعني مما يحفظ لوردي من كرامات هذه الأسلوبية والغنائية في الغناء للوطن كأنه يغني لحبيب. ونحن من جيل شاف وردي بغني في أفراح الأعراس، بغني الأناشيد يعني ويطلبها الناس. أنا ده تمهيد كله يا وردي لسؤال صعب. في كثير من النقاد بيفتكروا إنه النص الغنائي وأي نص آخر إبداعي عنده قداسة، ولذلك ليس هنالك أي مجال للتبرؤ منه إبداعيا. الناس بيفتكروا إنك أنت عملت النشيد الهاتف القوي وإنت بتستشرف الثورة العربية في 17 نوفمبر، هب الشعب طر جلاده. نعم. وإنت بيفتكروا إنك عندك دور أكثر من الأرتال العسكرية التي تحركت من خور عمر لإنجاز ثورة 25 مايو. نحن ما زلنا في قلبنا بعض حب لمايو، بعض حب من مش للبرنامج لكن ليا فارسنا وحارسنا وتلك الأغنيات العزبة والأناشيد، يعني وطنيا وفنيا في تلك المرحلة. أنت قاعد تقرأ النصوص دي كيف؟ عن يعني ببعد اللعنة ببعد العلمية، وبيني وبينك يا وردي كده برا سرا كده لا ترددها. أنا طبعا أنا قلت قبل كده كثير، الانقلابات كانت موضة من عبد الناصر والشيشكلي عبود، وأنا جاي جديد. يعني أنا جيت سنة 57 بعواطفك، و و و ونظام عبود جاء في نوفمبر 58، يعني سنة ما كملتها أنا في البلد، وأنا هناك ممتلئ حبا بعبد الناصر حقيقة يعني. نعم. ما كذب. فما كان عندي طبعا العقلية والتقييم الناقد السليم في ذلك الوقت. فافتكرت هذا الانقلاب كانقلاب عبد الناصر، وأقول حاجة لأول مرة ما قلتها، النص بتاع 17 نوفمبر أنا اللي كتبته. يعني دي براءة لإسماعيل حسن. والله ما أعرف إدانة براءة ما بعد، لكن النص أنا كتبته وحفظت النشيد لأولاد سنة رابعة في مدرسة الديوم الشرقية اللي أنا كنت مدرس فيها. وأول كان ظهور الجرونديك المسجل الدائر البليف، سجلت بأولادي وشلت النشيد مشيت الإذاعة، لقيت طيب الذكرى المرحوم التاج حمد. نعم. موسيقين الإذاعة، فقلت له يا أخي أنا عندي نشيد لثورة 17 نوفمبر. قال لي أقيف حارة. قلت له بسأل، أنا بسأل القيادة العامة ما عندي تعليمات. قال لهم في الفنان الجديد ده اللي اسمه محمد وردي معاه، قال نشيد اسمه 17 ثورة 17 نوفمبر. طوالي طلعت فريد قال له لا 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 لا، ده ما اسمه ثورة، اسمه حركة الجيش المباركة. قلت له أنا ما لي دخل في الإنشاء ده، أنا بسمي النشيد ده نشيد ثورة 17 نوفمبر، ولا أشيل الريكوردر بتاعي وأفوت. ضرب لهم تاني، قال الزول ده بيقول كده، قال خليه يقول. طيب انت سميت 17 نوفمبر ثورة؟ انا سميت 17 نوفمبر ثورة. الله، وانا اتحمل كل ما قيل عن هذا النشيد. يا سلام. كتبت نصا، لحنت بطلبتي في المدرسة، حفظتهم، سجلت في ريكوردر. بعد كده لما مشيت الإذاعة جابوا لي ناس الجيش
يعني المزيكا وجزء من العازفين فتسجل ودور. وده انا من ناحيه نشيد يعني مش اغنيه وطنيه. نعم. من ناحيه نشيد اسميه من اقوى الاناشيد السودانيه. يا سلام. لانه عنده قصه. المرحوم قاسم امين قال ماشي عبره يوعي العمال بانه قام انقلاب رجعي في البلد. قال شارد هو. نعم. مركبينه في المنامة وقال السواق معاه راديو صغير بس فتح الراديو كده قال اسمع عليك افرح وطني هلل وكبر في يومنا. قال لا الله لا كسبك يا وردي انا ماشي اسوي شنو طيب للعمال دي. يا سلام حكى لي الحكايه دي والله يرحمه. يا سلام. طيب فنيا انت بعدك نضجتها لكن في تاريخك الفني الاناشيد اللي انت اختلفت معاها بعد ذاك بحكم تجربتك واحتدادك بفكرتك الجديده وكذا وين بتخدها في مسيرتك الفنيه؟ 17 نوفمبر كل الاناشيد كل الاناشيد حتى بما فيها اناشيد مايو. نعم. من اجمل الالحان في الاناشيد اللي انا سويتها. يا سلام والله ده كلام ولا بخجل منها. يا سلام. طيب نحن نطلعك من الورطه دي بيانا سين. ورطه انا ما متورط. انت جاي تورط نفسك بالسؤال لكن اجابه لا والله دي اجابه ممتازه واجابه عمليه يعني. شكرا. لكن بيني وبينك مرات ما بتعاودك يعني حنين للميلودي بتاعها يعني. لا بتعاودني والله ليلى. نعم. ليلى ده ما اعمالي يعني كان خير ولا شر. نعم. ده شغلي انا وبتحمل نتيجته انا. شعاراتنا مايو رسم شعاراتنا مايو حبالا للقصاص أنت يا مايو الخلاص يا جدارا من رصاص يا حبالا للقصاص من عدو الشعب في كل مكان من عدو الشعب في كل زمان من عدو الشعب في كل مكان من عدو الشعب في كل زمان حكاياتنا مايو في شعاراتنا مايو رسم شعاراتنا مايو
شعارا. نحن صرنا بك يا مايو كبارا، واتخذناك حبيبا وصديقا وديارا. مايو شعاراتنا مايو، ورسم شعاراتنا مايو،
قد دار ما يوم لم تكن حلما ولكن كنت للشعب انتظارا.